قابلوني في اسكندرية وقالوا لي لو سمحت لو سمحت. انا بس عايز اقول لكم على حاجة، انت زعيم العالم كله، انت زعيم الدول والاجانب والمصريين والعرب. اسمعوا اسمعوا لو سمحتوا، بصوا 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 اسمعوا بس اسمعوا. اللي حصل في عهد في عامين وفي القوات المسلحة لم يحصل في 30 عام سابقا. كلنا نقول يحيى مصر ويحيى السيسي ويحيى القوات المسلحة ويحيى القوات المسلحة. انا عايز اقول اسمعوا بس اسمعوا اسمعوا لو سمحتوا. طب اسمعوا بس اسمعوا، تحيا مصر بالناس. اسمعوا بس اسمعوا لو سمحتوا اسمعوا اسمعوا، من فضلكم تحيا مصر بكل اهلها. ولازم نخلي بالنا من النقطه ديت، تحيا مصر بكل اهلها كل اهلها. ولازم نكون كلنا كده كلنا كده. ولو سمحتوا احنا مش لا يمكن ابدا نسمح بالاختلاف بيننا وبين بعض، وانتوا كمان لا تسمحوا بالاختلاف ابدا. مصر هتبقى قويه مش بيا انا، بيكوا انتوا، بعمالكوا انتوا، بوحدتكوا انتوا، باصراركم انتوا، بفهمكم، تبقوا عارفين ايه اللي بيتعمل ليكوا يا مصريين، كل المصريين.